السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة ثانية، عبد المجيد معكم. المرة بتكلم عن تركيب الأوبونتو لينكس داخل الويندوز. يعني لما يكون عندك نظام تشغيل ويندوز حاب تنزل عليه أوبونتو عشان تجربه. طبعا أوبونتو اللي هو لينكس، وليش اخترت أوبونتو؟ لأن أوبونتو فيه طريقة أنك تركبه داخل الويندوز إذا كان ما عندك أي معلومات عن تركيب الأنظمة. يعني أي شخص ممكن يركب النظام بهالطريقة. إذا ما تعرف وش هو لينكس هذا هو شعاره، اوكي؟ البطريق هذا، ممكن انك شفت البطريق هذا قبل هالمره. لينكس اقدر اختصره لك بثلاث كلمات، انه سريع، اوكي؟ او قبل ما يكون سريع مجاني، ما تدفع ولا ريال، حتى الاسطوانه نفسها ما تكلفك ريال واحد حق الناسخ بس، اوكي؟ طب اتكلم عن الريال، يعني الناس اللي برا السعوديه بتحسب الدولار الريال، يعني بيطلع لك اجزاء بسيطه، يمكن تقريبا 21 سنت دولار، اوكي؟ طيب هذا بالنسبة انه مجاني. اشياء ثاني، محمي، بمعنى انه ما في اي فيروسات. انس موضوع الفيروسات، اوكي؟ ما يحتاج تركب برنامج فيروسات وجعرات، لا، بس تركب النظام وخلاص. اشياء ثالث، انه سريع جدا 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 ومستقر، بمعنى انه ممكن تركبه على اي جهاز، اوكي؟ يعني المواصفات الاقل بالوقت الحالي، طبعا اذا كنت راح تستخدم الابونتو الجديد او اللي هو لينكس ابونتو، راح تحتاج 512 رام. طبعا 512 رام بالوقت الحالي هذا نادر انك تلقاه، او يعتبر انه انتهى من الكمبيوترات، ما عدا بعض الناس اللي يحتفظ ببعض الاجهزه القديمه، او ممكن عنده جهاز 512. معالج كورت ديو يكفي طبعا، معالج نواه واحده بعد. اوكي، ندخل بالسالفه على طول. بس قبل ما ندخل، في رد على فيديو قديم نزلته، قديم امس طبعا نزلته، انه هالاخ RSD ما ادري ايش اسمه كذا، يقول برنامج ثندربيرد افضل من هذا البرنامج من ناحيه الخصائص والدعم، كذلك هو يعمل على الريسيفر تلقائي. احلى لايك، شكرا. طبعا كنت اتكلم عن برنامج الايفوليوشن الثندربيرد. انا اول ما اركب النظام اول شيء اسويه احذف الثندربيرد، تمام؟ اوكي، ليش طيب احذف الثندربيرد؟ يمكن انت عجبك الثندربيرد، يمكن عندك حساب واحد جيميل مثلا وراح تلقاه ويسوي لك اعدادات تلقائيه، اوكي، هذه ميزه. لكن بالنسبه لي انا استخدم تقريبا 5 ايميلات، ما على الجيميل ولا على الهوت ميل، على سيرفر خاص، وهالشي هذا يسبب مشكلة بالثندربيرد، انه ما يقبل الشهادات التلقائية اللي هي شهادات الحماية او شهادات الامان، احيانا يقبلها احيانا ما يقبلها. بعدين السيرفر راح يسوي لي حظر، اوكي؟ فاذا كنت تستخدم اكثر من ايميل الايفوليوشن حلك، بس الايفوليوشن بعدين اكثر احترافية من ناحية شكله. اوكي، نبدأ الحين بعلن الويندوز. مثل ما انتم شايفين هذا ويندوز XP، اوكي؟ قبل ما ندخل على الستالفة هذه، عليك انك تروح تدخل موقع ubuntu.com، اوكي؟ هذا هو ubuntu.com. بعدين تروح للداونلود، قسم الداونلود. بعد ما تروح لقسم الداونلود، روح لم داونلود اند انستول، اوكي؟ بعدين راح لقسم الويندوز انستولر، لانك راح تنزله على الويندوز، اوكي؟ اضغط على ستارت داونلود، راح ينزل لك برنامج بسيط عباره عن 2 ميجا بايت، اوكي؟ طبعا انا منزل البرنامج هذا. وبعدين شو اسوي؟ اوكي، هذا هو البرنامج، دبل كليك، اوكي، هذا هو. اختر اللغه، طبعا بما اني اتكلم عربي راح اختار اللغه العربيه، هذه عربيك. الانستوليشن درايفر، اوكي، خلوه مثل ما عليه. اذا انت حاب تحطه على السي وعلى الدي، الافضل يكون على السي، اعيد واكرر، الافضل يكون على السي. الانستوليشن سايز اللي هو كم تبي يكون حجم لينكس ابونتو على القرص سي، 5 جيجا بايت اعتقد انه كفايه، اوكي؟ طبعا كتجربه، لكن اذا بتستخدم نظام من الى يعني ممكن تاخذ 10 جيجا، لكن احنا ناخذ كتجربه نقول 5 جيجا، اوكي؟ اسم المستخدم، طبعا هذا شيء ضروري جدا اذا كنت ما تعرف شيء عن لينكس، ضروري جدا انك تعطي اسم المستخدم وكلمة مرور. بالويندوز مو بلازم كلمة مرور، لكن باللينكس مهمه جدا. طيب بعدين اكتب كلمة مرور اسم مستخدم، نفترض انه عبد المجيب، كلمة مرور مثلا، اوكي. هذه ديسكتوب انفايرمنت اللي هي سطح المكتب، خلوا على ابونتو علشان اذا انت ما تعرف وش ابونتو، خلوا على ابونتو. هذا الكي ابونتو يستخدم واجهة KDE، هذا ابونتو بواجهة يونيتي، هذا زوبونتو او بعض الناس يسميه اكس ابونتو، اللي هو ابونتو يستخدم واجهة XFCE، هذا ماي ابونتو، ما عندي اي معلومات عنه، اوكي؟ طيب خلوه على الابونتو. بعدين انستور، خلصنا تقريبا، اوكي، خلصنا انستور،
طبعا الحين جالس انزل لك بعض الحزم عن طريق الانترنت. شوف الوقت المستغرق راح يستغرق تقريبا ما ادري. شوف طبعا سرعة الاتصال عندي 4 ميجا في الثانية، فما ادري كم راح يستغرق. 25 دقيقة يقول اوكي خلص التحميل. وبعدين انا وش اسوي؟ طبعا انا على الفيرتشوال بوكس الحين اللي هو جهاز وهمي، فممكن اني لما اعيد التشغيل ما يشتغل. ليش؟ لانه يحتاج الى معالج حقيقي او معالج غير وهمي. اوكي طيب بعد ما تخلص التحميل اوكي راح تظهر لك هنا، راح تظهر لك النافذة بالشكل هذا. اضغط على ريبوت ناو، اضغط فينش، بعدين بعد اعاده التشغيل راح تظهر لك النافذه بالشكل هذا. مايكروسوفت ويندوز اكس بي طبعا استخدم، او فيستا او 7. اختر ابونتو، اضغط انتر، راح يشتغل معك الابونتو. طيب الابونتو كيف جاي شكله؟ ممكن اجيب لك صوره بس تاخذ فكره عن الابونتو الجديد. طبعا شوفوا صحيح الواتس اب شغال كنا تابع قبل شوي. يمكن ما يعجبك شكل الابونتو اذا كنت من الناس اللي عموما اذا كنت ما تعرف شيء عن اللينكس راح يعجبك الابونتو تلقائيا لانه في واجهات ثانيه كثيره. هذه واجهه الابونتو الحاليه، نظامك راح يكون بالشكل هذا. هذا سطح المكتب، اذا ضغطت على قائمه البرامج راح يطلعك بالشكل هذا. هل هو في طيب ابونتو؟ خلونا نكتب يونيتي ديسكتوب. هذا هو، خلني اكبر الصوره بس اشوف عندكم فكره عن الواجهه عشان ما تقول لعبت علينا. تقريبا هذا هو الشكل. راح يطلع لك هنا ايقونات، وفي هنا شريط علوي، وفي طبعا البرامج. راح ان شاء الله نبدا خطوه خطوه. اللي عنده اسئله وعنده شيء راح نبدا خطوه خطوه معكم ان شاء الله. طبعا بعد ما ينتهي التحميل هذا مثل ما قلت لك راح يكمل انت الخطوات هذه، انه تسوي ريبوت بعدين تدخل على الابونتو. الى هنا انتهينا. بعد ما تخلص من الابونتو والتجربه، اذا حاب تحذف النظام او تحذف الابونتو دبل كليك هنا مره ثانيه. طبعا راح اخليه يحمل انا او ما لي بحاجه هنا. اوكي دبل كليك هنا مره ثانيه، بيك اب. اوكي راح يقول لك ان انستول، واحذفه. ما في اي مشاكل من استخدام النظام. انتهيت. شكرا لكم، لا تنسون تضغطون لايك 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 لايك. اللي ما يعرف عن شيء عن قناتي يسوي سبسكرايب عشان يتابع الاخبار لينكس. اذا حاب تتعلم لينكس، انا ليش مخلي الموضوع هنا؟ ارجع خلنا نفرج على لينكس احسن. اوكي اللي عنده اسئله او استفسارات يسال، انا لها ان شاء الله. مع السلامه.